شفنا ضمن تقرير ليلى عادات كتير صحية مفروض نحن نقدر أنه نلتزم فيها خلال نهارنا، وخاصة المشروبات اللي بتحوي يعني كمية كتير كبيرة من الكافيين، بالإضافة لمثل ما قالت سونيا ضمن التقرير تنظيم الأولويات، قديش هاي الأولوية مهم بحياتنا. نحن كان تقريرنا صحي وبمجال الطب وبمجال الحياة العامة، ورح نبقى بمجال الطب بأول فقراتنا أكيد. ولأولى فقراتنا لليوم، موضوعنا بيجمع بين الحب والإنسانية من جهة والطب وممارسته من جهة أخرى، متلازمة داون أو ما يعرف بمتلازمة الحب. هدول الأشخاص كمية المشاعر اللي بينشروها، المشاعر الصادقة والمحبة. لنتعرف أكثر رشا، خلينا نحكي عن هدول. أكيد ليلى، انتشرت مؤخرا، يمكن شفتي الصور والفيديوهات، شفنا كثير صور وفيديوهات لطبيب سوري من مدينة حمص، يعني هلا بيقولوا لي لأنه حمص. هذا الطبيب راح يعني حمل المهمة الإنسانية، بإن كان بمهنة الطب وإن كان اتجاه هدول الأطفال. نحن بنعرف قد إيه متلازمة داون، هن أطفال حساسين، عندهم عطاء، عندهم إيجابية، يعني مكان ما بيكونوا هدول ما بيعرفوا شو يعني كذب، فالإيجابية والصدق موجودة بحياتهم. طبيبنا لليوم أخذ خط بعد تخرجه وراح لرعاية الأطفال أو الأشخاص اللي بيعانوا من متلازمة داون، وقدم لهم الرعاية المعنوية بالإضافة أكيد للرعاية الطبية بالعيادة السنية. رح نحكي أكثر عن هي المبادرة، كيف كان التجاوب بين الطبيب والأطفال، وشو هي أهم النقاط اللي اشتغل عليها كرمال يقدر يكسر هذا الحاجز بينه وبين الأطفال. وضيفنا لليوم الدكتور علي رياض إسماعيل. يسعد صباحك دكتور. يا هلا، يسعد الحمد لله على سلامتك، وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كيف حمص؟ تمام رواق. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، خلينا نسألك سؤال بيخطر على بال كثير من الناس، شو علاقة مرضى متلازمة داون مع طب الأسنان؟ هلا العلاقة الأسمى يلي بتجمع أي شخصين بالمقام الأول هي العلاقة الإنسانية، والطب بيتميز عن غيره من بقية المهن بأنه هو مهنة إنسانية. المرضى متلازمة داون بشكل خاص أو مرضى المتلازمات عموماً بيتميزوا ببعض الصفات العامة، بعض المشاكل الصحية وبشكل عام والمشاكل السنية بشكل خاص، بالإضافة إنه عندهم سلوك خاص، فلازم تكون الرعاية لإلهم هي رعاية خاصة. طيب حكيم، حكينا هلا نحن انه في اشخاص عم يزوروا حضرتك ضمن المركز عندهم داون، خلينا نحكي عن اهم ايضا المتلازمات اللي ممكن انت اليوم تضطر بمجال عملك انك تتعامل معهم ويكون لهم اسلوب اخر بالتعامل. هلا كثير من المتلازمات او كثير من المرضى اللي ممكن يدخلوا العيادة السنية او اي عيادة اخرى ممكن يكونوا من متلازمات أخرى، ممكن تكون متلازمة الطفل الكحولي، متلازمة أو اضطراب التوحد، تخلف العقلي، متلازمة أنجلمان، متلازمة داون كمان. أنجلمان يعني خلينا نفسر هالكلمة. أنجلمان هي متلازمة بالقريبة. كانت تسمى متلازمة الدمية السعيدة، لكن الاسم تبع غير مستساغ، فسميت نسبة للطبيب الأطفال البريطاني هاري أنجلمان. صار عندنا فضول نعرف شو بتكون أهم الأعراض اللي بتلازم الدمية السعيدة؟ هلا متلازمة الدمية السعيدة أو متلازمة أنجلمان، هدول الأشخاص بيتمتعوا بكثرة المرح وكثرة الضحك وسلوك سعيد وفريد من نوعه. لكن من الصفات الغير سعيدة عندهم أنه بيصير في عندهم تأخر بالنمو، بعض الاضطرابات بالتطور العقلي والعضلي والحركة، بالإضافة لبعض المشاكل السنية. حضرتك كطبيب كيف ممكن تميز بين المرضى الطبيعيين وبين المرضى المصابين بهي المتلازمات؟ هلأ مثل ما حكينا أنه مرضى المتلازمات كل متلازمة على حد سواء بتتميز عن غيرها من المتلازمات الأخرى أو عن الناس الطبيعيين ببعض الصفات الشكلية، ببعض المشاكل الصحية بشكل عام والمشاكل السنية بشكل خاص. هلا ممكن نحن نبدأ بمتلازمة الطفل الكحولي، واللي هي حبيت أبدأ فيها لأنه هي متلازمة ممكن الوقاية منها. سبب هي المتلازمة بيرجع لأنه الطفل المصاب أخذ الإصابة من والدته يلي هي بتكون متعاطية للكحول، سواء باستمرار أو على فترات متقطعة ولكن بكميات كبيرة. بيولد حوالي 5000 طفل سنويا بيعانوا من هذا المرض او من هذا الاضطراب، وهي السبب الابرز للاعاقات العقليه واسعه الانتشار. ممكن تكون هي عامل وراثي اكثر؟ هلا هي نتيجه تعاطي الام للكحول وخصوصا بفترات الحمل الاولى
بينتج عنا هذا الخلل أو هذا الاضطراب عند الجنين. هدول الأفراد، هدول الأشخاص بيتميزوا ببعض الصفات. إذا بدنا نبلش بالصفات الشكلية، بيكون عندهم الرأس صغير، بيكون في عندهم انخفاض يعني بمنتصف الوجه وتراجع بمنتصف الوجه وانخفاض، بيكون في عندهم انسدال بالجفون، بيكون في تسطح بجسر الأنف أيضا. بالنسبة للصفات يلي بتهم طبيب الأسنان، بيكون عندنا الشفة العلوية طويلة وقصيرة رفيعة، بيكون في عندي أنا تراجع بالفك السفلي، أسنان صغيرة، وبيكون في عندي خلل نوعا ما بالنسبة للعلاقة بين الفكين. عم شوف بعض الصور على الشاشة لحضرتك ولا أشخاص عندهم داون. اليوم ما في تبادل بين الأدوار، شفنا صور أنت على الكرسي وهنن عم يحاولوا أنه ياخذوا دورك. هذا خلينا نقول الحركات أو القصص كتير مهمة بحياة هذا الطفل. يمكن اليوم الدمج هو من أهم عوامل. نحن اليوم ما أنا رايحين لموضوع استشفاء، رايحين لموضوع أنه تكون الحالة طبيعية بين الناس والناس تتقبلها. يعني قدامهم اليوم هي الطريقة حكيم أنه نحن نعطيهم أماكننا ولو لتجربة، يعني يقدروا يعيشوا نفس الإحساس. لا يمكن نجاح أي عمل طبي بدون تعاون بين الطبيب وبين المريض. من واجب الطبيب الإنساني أنه هو يستقطب المريض، يحتضن خوفه، يحتضن قلقه، وخصوصا بالعيادات السنية. يعني هو من الشائع ومن المعروف حتى في بعض أطباء الأسنان عندهم رهاب أو خوف من الأدوات السنية، من طبيب الأسنان، من رائحة المواد السنية. فلازم يكون الطبيب صدره رحب، أكثر مرونة، عنده القدرة على كسر حاجز الخوف والثقة عند المريض. يا عندي عندك فوبيا من كرسي أنا الطبيب؟ انا كثير والله. دكتور ليه اليوم هاي الحاله عامه انه وقت اللي بتقول رايحه يعني اكل هم روحتي على دكتور الاسنان؟ كثير ناس بيخافوا من هاي القصه، خصوصا ابره البنج. هلا الابره بشكل عام الكل عم بيخاف منها. بالنسبه للفوبيا المرتبطه بالعياده السنيه، انا ممكن فسرها انه هي خوف من المجهول. يعني بيكون الطبيب عم يشتغل بلحظه من اللحظات، ممكن يصير في الم قوي صحيح. جدا ما نحاسب حسابه المريض صحيح. فبيضل بذهنه بتفكيره انه ممكن الخطوه القادمه تكون مؤلمه. لهيك انا عم اقول لك ربطنا الفوبيا العاديه، نحن كاشخاص عاديين يعني دائما بنأجل روحة زياره الطبيب الاسنان، بنروح اخر شيء بحاله اسعافيه كرمال هي الفوبيا. فاليوم نحن عم نتعامل مع اشخاص عندهم حالات خاصه، فاجباري بده يكون عندهم رهاب من هي القصه، وبالنهايه المجهول بالنسبه لهم. هلا هدول الاشخاص لهم طريقه تعامل خاصه جدا. اشخاص عندهم كميه كبيره جدا من اللطافه، من الطاقه الايجابيه، ومن الحب والصدق. لازم الطبيب يكون اكثر مرونه. يعني هلا بالجلسه الاولى للعلاج ما شرط يكون العلاج هو العلاج الطبي مباشره والمبادره بالمعالجه السنيه. ممكن اول جلسه تكون هي جلسه لكسر حاجز الخوف والقلق والرهاب. ممكن تكون الجلسه الاولى هي خلق علاقه بين الطبيب بين المريض، ممكن تعريفه على الادوات السنيه اللطيفه نوعا ما، لحتى المريض تدريجيا ياخذ راحه للمكان، ياخذ راحه للادوات يلي هي رح تكون غريبه بالنسبه له، ويكون متعاون مع الطبيب، يصير في علاقه بتربطه بينه وبين الطبيب. كل متلازمة إلى معاملة خاصة ولا كلهم بيتشابهوا مع بعض؟ لا أكيد المتلازمات، كل متلازمة إلى صفات خاصة، عندها مشاكل صحية خاصة وإلى تدبير سلوكي خاص فيها. شو أصعب شيء حكيم مر عليك من أنواع المتلازمات؟ حسيت أنه أنت بحاجة لدقة أكثر بالتعامل، أنك تعطي أكثر كرمال تقدر تكسر هذا الحاجز بينك وبين الشخص؟ هلأ من الأصعب هنن مرضى التوحد. مرضى التوحد هو اضطراب بيأثر على السيطرة العضلية عند المريض، بيأثر على التطور العقلي والحركة، وبيكون في عنده كمان مشاكل بالذاكرة. العامل الأصعب عند مرضى التوحد أنه هنن بيندرجوا لثلاث أقسام. 50% من مرضى التوحد عندهم حاصل الذكاء أقل من 50%، 20% حاصل الذكاء نوعا ما بنسبة أعلى بيوصل ل 70% وفما فوق، 30% اللي بقوا ممكن يصير عندهم حالات صرع. هي إلى كمان تدبير خاص بالعيادة. شو هي الصفات اللي بيتميزوا فيها مرضى داون؟
الصفات اللي بيتميزوا فيها مرضى داون بداية هنن أشخاص لطيفين جدا جدا، بيدخلوا على القلب بدون استئذان. بالنسبة للصفات الشكلية بيكون الرأس صغير، العيون متباعدة، في عندهم انخفاض بجسر الأنف، أيادي قصيرة، أصابع قصيرة، ممكن كمان عند قسم منهم يكون في خط مفرد واحد باليد. هاي بالنسبة للصفات مو عند الكل طبعا، مو عند الكل. عند نسبة معينة منهم ممكن يحدث نوبات صرع، هاي بالنسبة للصفات الشكلية العامة. الصفات اللي بتخص طبيب الأسنان عندهم البعض منهم بيكون ممكن يكون عنده تأخر ببزوغ الأسنان، البعض الآخر بيكون في عنده أسنان قصيرة، أسنان صغيرة ومتباعدة، العلاقة الإطباقية بين الفكين صعبة، اللسان كبير ومتشقق. هذا الشيء بيزيد من صعوبة البلع عند مرضى داون، وبيترك بقايا طعام، هذا الشيء ممكن يسبب نخور، ممكن يرفع معدل الإصابات اللثوية. حتى دكتور يعني المشاكل اللي عم تذكرها بيعانوا منها داون اليوم كمان هي مشاكل يعني بدها حذر بالتعامل من قبل الطبيب، يعني شو أهم الإجراءات اللي عم تروح عليها طبيا يعني بالمعالج يعني لتقدر تخفف كونه هو نحن عم نحكي بشيء خلقي يعني تقدر تساعدهم يعني؟ هلا بداية متى ما صار في علاقة بين الطبيب وبين بين المريض، متى ما المريض ارتاح للطبيب فتدريجيا يعني بده يكون نوعا ما في نوع من الود بين الطبيب وبين المريض. ممكن ما تتم الجلسات او الجلسة ما تكون طويلة، ما ننهي نحن العلاج بجلسة واحدة. مرضى داون بفضلوا سماع الموسيقى، ممكن تشغيل الموسيقى أثناء إجراء المعالجة. بنوه على كمان فكرة أنه الجلسة لازم تكون قصيرة. هلأ مثل ما منواجه مرضى متعاونين أيضا منواجه مرضى غير متعاونين، ممكن أو لازم يكون في تعاون وتنسيق بين الأهل وبين الطبيب لحتى نحن نقدر نوصل للعلاج اللي نحن بدنا إياه. بداية دكتور لما بلشت هيك تعالج مرضى متلازمة داون، كيف قدرت تكسر هذا الحاجز بينك وبينهم؟ هلأ بالزيارة الأولى لمريض داون إجا لعندي غمرني بالإيجابية، غمرني بالمحبة وباللطافة. كانت الجلسة الأولى أنا أخذت القرار أنه أنا ما بدي باشر له بأي إجراء طبي، لأني مسبقا بعرف أنه ما رح يكون هذا الشيء صحيح وما رح يقدم لي التعاون يلي أنا بدي إياه. قعدت جنبه، صرنا نتسولف أنا وياه، صرنا نتصور، نمزح، نضحك، ونهاية الزيارة ما كان بده يروح. مع ذلك أنا أصريت على إنهاء الزيارة. إجا بالموعد القادم، هو طول الطريق عم يتسولف مع أهله أنه بدنا نوصل لعند الدكتور علي، مبسوط. وبدنا مبسوط متحمس للقاء. الموقف يلي صار، خليت مريض داون يقوم بمهمة مساعد طبيب أسنان. خلينا المرافق للمريض يأخذ دور المريض، حطيناه على الكرسي، وأنا ومريض داون صرنا نتعرف على الأدوات السنية، نورجي إنه هاي الأداة لطيفة، هاي كذا، هاي شغلتها كذا، هاي شغلتها كذا. حب الفكرة وكان كتير سعيد بالفكرة. بعدين خليته يمثل علي أنا ويفحصني أنا لحتى أنا قدرت أني قديش كان مبسوط مارس المهنة. طيب دكتور خلينا نحكي عن البداية، يعني حضرتك 2019 بلشت كان تخرجك وبلشت بالمشروع. اليوم ما بتفكر تكونوا مجموعة أطباء يعني تعملوا خلينا نقول جمعية مصغرة أو أطباء تكونوا إيد واحدة بهذا المجال، يعني تشتغل على هذه الفكرة يكون عملكم جماعي؟ هلا الفكرة قيد الدراسة، لازم هدول الأشخاص يتقدم لهم رعاية خاصة جدا، فالفكرة قيد الدراسة وإن شاء الله رح تتطبق. طيب دكتور خلينا نحكي عن تجاوب الأهالي اليوم، الأهالي كيف عم بيكونوا معك بتجاوبهم؟ عم شوفوا اليوم أولادهم مبسوطين بزيارتك، عم يشتاقوا اليوم إنه هنن يزوروا هاي العيادة، يروحوا يشتغلوا على أسنانهم يعني؟ هلا متى ما الطبيب قدر يوصل لعلاقة بينه وبين المريض والمريض حب، فالطفل عم بيكون متحمس بأغلب الحالات، متحمس لزيارة الطبيب، فعم بيكون في تنسيق وتعاون كبير بين الأهل وبين الطبيب.
طب دكتور، شو النصائح بتقدمها للأهالي اللي عندهم مرضى مصابين بهي المتلازمة؟ النصائح اللي بقدمها يبادلون المحبة، يكونوا صادقين معهم، بالإضافة لتدريب الأطفال على العناية الفموية، لأنه مرضى متلازمة داون بيعانوا من صعوبة من بتفريش الأسنان، بالصحة الفموية. لازم يكون في تدريب وتنسيق وتشجيع، ممكن عن طريق إدخال معاجين أسنان بمنكهات. طيب دكتور، اليوم شو هي أهم النصائح اللي بتقدمها للأهالي اللي دائما نحن بنقول إنه أطفال داون اليوم بحاجة لمعاملة خاصة، وحضرتك يعني اليوم الأهل بيقول لك إنه أنا مضغوط بشغلي، بعملي، بنفسيتي، بالتراكمات الاقتصادية اللي عم بعيشها، فهي الزيارة القصيرة ممكن أنت تشوف شيء بهدول الأطفال الأهالي اليوم ما عم بشوفون بسبب الضغط اللي عم نعيشه يعني، فهن شو اليوم بتقدم نصيحة من حضرتك للأهالي كونه في هي العشرة القصيرة بينك وبينهم؟ لازم يكون يعني لازم ياخذوا حقهم من الوقت مع اهاليهم. ممكن في حال لما بيكونوا الاهل مضغوطين ممكن الطبيب يشجع المريض اكثر من خلال تقديم فرشايه اسنان كهديه بنهايه الجلسه. طيب دكتور، لكل هيك حدا اليوم حابب انه يزورك بالعياده، حضرتك متواجد بحمص فقط؟ متواجد بحمص. اليوم ما بتفكر اليوم تعمل هدول الاطفال انه تجمعهم مع بعض، تكونوا رحله صغيره، تكونوا قعده صغيره، تقدر من خلال حضرتك انه تجمعهم مع بعض، تعرفوا على بعض اكثر؟ هلا هذا الموضوع لازم يتم بالتنسيق مع الجمعيات الراعيه لهدول الاطفال، والفكره لطيفه وواردة. طيب دكتور، بدنا نتشكر حضورك لليوم، واكيد يعطيك الف عافيه على هي المبادره، واليوم هيك بنتمنى اليوم الاطباء اليوم يروحوا لهذا المنحى بمجالات الاطفال، وخاصه وقت نقول طفل فهو شيء مثل ما بنقول بالعاميه بيكسر القلب، فله معامله خاصه بحياتنا، فكيف اذا اليوم عم بيعاني من مشكله ان كان جسديه او ذهنيه. شكرا دكتور، تحياتنا لك ولكل اهالينا اكيد. شكرا لك دكتور.